جود غريب بن راشد بن مصبح الكتبي تتقدم مشاهدين الاعزاء على المركز الاول وتقود مساري هذا الشوط، بينما تليها في المركز الثاني. في المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات محبة على المركز الثاني، مطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي الكتبي يتقدم. يا سلام يا سلام على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هناك من الجانب الاخر وشعار بن طويرش على ما اعتقد اللي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع وهذه الذيبة. هذه الذيبة جاسم بن سلطان بن غاسي الوهيبي تتقدم على المركز الثالث. اما المركز الرابع فوصلت الفائزة لسلطان بن علي بن محمد الوهيبي على المركز الرابع. هذه الاربع المراكز الاولى المتقدمة اللي انفردت، ولكن شوف هني، شوف ما شاء الله هذه المجموعة، هذا السيل وهذا الكم من الإذاع في الإبداع في المرموم. ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز ووصلت في المركز الخامس. هذه ملام 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 لسالم بن حمود الهاشمي يتقدم مع ملام البنتلي، يتقدم مع ملام هناك تدخل في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هذه نشرة، هذه نشرة محمد بن سالم بن محمد بن سالم الغيلاني يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. وصلت في سابع المراكز، هذه جميلة. تعود ملكية السلطان بن علي بن سيف الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الثامن، المركز الثامن هذه حدث سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز التاسع، تاسع المراكز من الجانب الآخر تدخلت في هذه اللحظات الشاهينية الحميد بن سهيل بن حميد بن حارب الدرعي. والمركز العاشر هناك من الجانب الآخر، يا سلام يا سلام، هذه اللي هي لا أحمد بن سالم بن سعيد بن منان. هذه النتيجة، هذه النتيجة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مياسة، هذه مياسة تتقدم لخميس بن فايل بن حمد الزرعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء اللي تتقدم، اللي تنطلق على أرضية هذا الميدان وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، شوف الأسماء وشوف الشعارات المحليات الأصايل ذلل الدار. مشاهدينا الأعزاء تتقدم وتنطلق، تتقدم وتنطلق، عودة مرة ثانية، عودة، بدأ الرقص، بدأت الأمور، بدأت التغييرات هناك على المقدمة. يا سلام يا البنتلي يا البنتلي يا البنتلي، يا سلام، غيرت وبدلت على المركز الأول. ملام 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 ملام، سالم بن حمود بن حمد الهاشمي يتقدم مع المركز الأول، غيرت بدون يتوامر، عليها مغروس وهي تنطلق بالمركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا متابعين الكرام، هذه الفائزة، هذه الفائزة لسلطان بن علي بن محمد الوهيبي يتقدم. الوهيبي كذلك واصل بالنصرة من الجانب الآخر. شعار المفاجآت، شعار التحديات، غادم 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 بمخيفة، مخيف مبارك بن محمد بن نصرة العامري يقدم مخيفة على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف القدوم، شوف الشعارات وشوف الأسماء الشاهينية، حميد بن سهيل بن حميد بن حارب الدرعي يتقدم، الدرعي كذلك مع هذا الانطلاق. المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز، هذه تتواجد نشرة محمد بن سالم بن محمد بن سالم الغيلاني يتقدم. شوف هذا اسم جديد، هذه رقم 9، هذه اللي وصلت مشاهدي الأعزاء. فلوة 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 على ما اعتقد اسمها، فلوة 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 سعيد بن محمد بن عبيد الغفلي اللي يتقدم. ووصول من افتخار، افتخار راشد بن سعيد بن راشد العويسي كذلك قادمة بقوة. يا سلام يا سلام يا سلام، اسمع وشعارات عملاقة، شعارات عملاقة تنطلق في هذا الشوط، تنطلق في هذا الاندفاع. عودة مشاهدينا الأعزاء الى لوحة الكيل.
الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير في هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الانطلاق الأول، وهذه ملام، هذه ملام لسالم بن حمود بن حمد الهاشمي، تتقدم تتقدم، ولكن حذاري حذاري من المركز الثاني الفائز من الجانب الآخر لسلطان بن علي بن حمود الوهيب بن محمد الوهيبي، الوهيبي من الجانب الآخر، كذلك بدأت الأسماء تقاربت، وصول وصول وصلت، افتخار افتخار لراشد بن سعيد بن راشد لعويسي في هذا المسار، تتقدم على المركز الثالث، يا سلام يا سلام، هناك وصلت 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 سمحة سمحة الحميد بن سالم بن شطيط المالكي على المركز الثاني، ومياسة لأحمد بن سالم بن منانة، يا ولكن غيرت افتخار، راح شعفور راح إلى الفوز إلى ناموس، راشد بن سعيد بن راشد العويسي يتقدم مع افتخار، مع افتخار الناموس والفوز، المركز الثاني من الجانب الآخر، هذه تتواجد سمحة لحميد بن سالم شطيط المالكي، ولكن افتخار 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 راشد بن سعيد بن راشد كعوايدها دائما بالإنجازات والتحديات، مشكور يا شعفور، مشكور مشكور بو راشد، مشكور على هذا الأداء، هذه افتخار تعلن الفوز وتعلن الناموس، تهانينا لراشد بن سعيد بن راشد العويسي على فوز، افتخار بالمركز الأول، مياسة وصلت في المركز الثاني لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة، المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز الفائزة لسلطان بن علي بن محمد الوهيبي، والمركز الرابع اللي هي سمحة لحميد بن سالم بشطيط المالكي، والمركز الخامس اللي أتت خامس اللي هي ملام لسالم بن حمود الهاشمي، هكذا كان الفوز والناموس، ولكن افتخار من حققت النصر والفوز في هذا الصباح، تهانينا راشد بن سعيد بن راشد العويسي شعفور على هذا الفوز والناموس في توقيتها الزمني 7:39 و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز راشد بن سعيد بن راشد العويسي، بينما ناخذ المركز الثاني مياس في 7:41 وجزين من الثانية، وأحمد بن سالم بن سعيد بن منان المتحدي الصغير كذلك غادم بقوة، بينما المركز الثالث اللي بنشوف توقيتها 7:41.8 من الثانية اللي هي سمحة لحميد بن سالم بشطيط المالكي اللي أو 36 ولا 37 اللي هي الفائزة لسلطان بن علي بن محمد الوهيبي اللي وصلت في المركز الثالث، تهانينا والناموس. إذن